بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمد ياسين، مدرس تخدير ورعايه مركزه في القصر العيني. ان شاء الله هنبدا نتكلم النهارده على المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن، وهنتكلم عن المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن في ضوء ما شرحنا قبل كده. المهم جدا ان احنا هنتكلم على كل مود، هنتكلم على شويه نقط احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. اول موضوع فيهم هو الايه، الكومبوننتس اوف ميكانيكال بريث. وقلنا ان الكومبوننتس اوف ميكانيكال بريث كانت ثلاثه، هي التريجر والليمت والسايكلينج. وقلنا ان التريجر يا اما تايم بيشنت، والليمت كان يا فوليوم يا بريشر، والسايكلينج كان يا تايم يا فلو. واتكلمنا عن كل جزء فيهم بالتفصيل. في التريجر قلنا التايم ده معناه انه انا بظبط ريسبيراتوري ريت معين، فمثلا على سبيل المثال لو ظبطت الريسبيراتوري على 10، فمعنى كده انه 10 بير مينت، يعني معنى كده ان السايكل دي بتتكرر كل 6 ثواني، وليس للمريض اي دخل في القصه دي. طيب العيان ممكن يتريجر، ممكن، وقلنا ازاي ممكن يتريجر، يا اما بالبريشر يا اما بالفلو. النقطه الثانيه اللي هي الليمت، الليمت معناه ان هو امتى الانسبيراتوري فلو بيقف. الانسبيراتوري فلو بيقف في الفوليوم مودز لما اوصل للتارجت فوليوم، وفي البريشر مودز لما بوصل للبريشر ليميت. طيب السايكلينج معناه ايه؟ معناه امتى الاكسبيراتوري فالف بيفتح. وقلنا امتى الاكسبيراتوري فالف بيفتح دي بيحددها ايه؟ بيحددها الاي اي ريشيو، اللي هي الانسبيراتوري تو اكسبيراتوري تايم. اول ما الانسبيراتوري تايم بيخلص ويبدا الاكسبيراتوري تايم بيفتح الاكسبيراتوري فالف، ما عدا في السبونتينيوس بريث اللي كان في السايكلينج فلو سايكلينج، لما بيوصل 25% اوف ذا انيشال فلو بيبدا الاكسبيراتوري فالف يفتح. بعد كده هنتكلم على الفنتيليشن بارامترز. كل مود طبعا بيختلف عن المود تاني في البارامترز اللي احنا بنظبطها. البارامترز دي هي ايه؟ طبعا التايدل فوليوم، واحنا قلنا قبل كده الانسبيراتوري بريشر والبريشر سبورت. التايدل فوليوم قلنا ان احنا بنظبطه في الفوليوم مودز، البريشر انسبيراتوري في البريشر كنترول، البريشر سبورت كان في السبونتينيوس بريث، الانسبيراتوري ريت والاي اي ريشيو والانسبيراتوري بوز. وقلنا انه الانسبيراتوري بوز ده احنا كنا بنظبطه في الفوليوم مود فقط لا غير. البيب اللي هو البيك اند اكسبيراتوري بريشر، والبي ماكس اللي هو الماكسيمم الاود بريشر، والتريجر والاف اي او 2. طيب التقسيمه بتاعت المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن هم بيقسموهم على اساس ان هي هل هو فوليوم تارجتد ولا بريشر ليميتد. يبقى انا عندي فوليوم مودز وعندي بريشر مودز وعندي حاجه اسمها هايبريد مودز. الهايبريد مودز دي ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان هي تجمع ما بين المزايا بتاعت الفوليوم مودز والبريشر مودز. طيب الفوليوم مود ده كان ايه مزايا؟ ميزته ان هو بيجارانتي الفنتيليشن. طب والبريشر كان ميزته اولا ان هو ما بيليمت البريشر وما بيخليش البريشر يعلى عن ان انا ظبطه. النقطه الثانيه كان الفلو باترن بتاع البريشر مودز كان ديسيليريتنج، وفي الفوليوم كان كونستنت. واحنا قلنا انه الديسيليريتنج باترن ده بيخلي اللونج اكوموديت مور فوليوم لنفس البريشر. ده استدعى ان احنا نعمل الايه، نعمل قصه الايه، الهايبريد مودز دي عشان تجمع ما بين المزايا بتاعه الفوليوم مودز والبريشر مودز. الاكزامبل للقصه دي اللي هو في مود اسمه بريشر كنترول فوليوم جارانتي. هنعرف بعد كده ان احنا البارامترز اللي احنا بنظبطها بتبقى فوليوم بارامترز، لكن الميكانكس بتاعته بتبقى بريشر. هنعرف بعد كده التفاصيل دي ان شاء الله بعد كده. طيب هنتكلم دلوقتي على الفوليوم مودز. الفوليوم مودز في عندي حاجه اسمها فوليوم كنترولد فنتيليشن، وفي الاسيستد فوليوم كنترولد فنتيليشن، وفي الاس اي ام في فوليوم كنترول. الاس اي ام في هو اختصار لايه؟ اختصار لسينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن فوليوم كنترول. وهنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها اس اي ام في بريشر كنترول. الفرق بينهم نفس الفرق ما بين الفوليوم مودز والبريشر مودز، هنعرف الفرق بينهم ان شاء الله بعد كده. في هذه المحاضره هنتكلم على التو مودز الاولانيين اللي هو الفوليوم كنترول والاسيست فوليوم كنترول او الاسيستد فوليوم كنترول. طيب الفوليوم كنترول فنتيليشن، انا عندي هنا ده البريشر تايم كيرف، ده الكيرف ده اللي هو البريشر تايم كيرف،
وده الفلو تايم كيرف. تمام، طبعا هنا انا عرفت منين ان ده البريشر تايم كيرف بتاع الـ volume mode، لانه في بيك وبلاتو، واحنا قلنا ان اي كيرف في بيك وبلاتو يبقى المفروض ان ده على طول هعرف ان ده volume mode. طيب الفلو باترن هنا ده constant flow، وبالتالي انا عرفت برضو ان من الفلو تايم كيرف ده ان ده volume mode. طيب هنا التريجر، ايه اللي بدا النفس في ضوء الكيرف ده؟ اللي بدا النفس هنا هو التايم، واللي بيحدد التايم في الفوليوم مود هنا ايه؟ الريسبيراتوري ريت. زي ما قلنا قبل كده ان انا لما بظبط الريسبيراتوري ريت على مثلا سي 10، فمعنى كده ان كل 6 ثواني في مانداتوري بريث، الفنتليتور هيدي نفس للعيان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في كومبليت فنتليتور بيشنت اسينكروني، يبقى سواء العيان ده بيحاول يتريجر او لا الفنتليتور ما بيحسش بيه لان هو ما فيهوش سنسورز، وبالتالي الانفاس هنا هتبقى تريجرد باي تايم. تمام، طيب النقطه اللي بعد كده اللي هي الليمت. الليمت معناه ايه؟ معناه امتى الفلو هيقف، الانسبيراتوري فلو هيقف امتى. ده فوليوم مود، ويبقى الليمت هو ايه؟ هو الفوليوم. وهنا لو بصينا على الكيرف ده، طبعا هنا لحد هنا ده الانسبيراتوري تايم، تمام، لكن هنا الفلو وقف زي ما قلنا قبل كده، لان دي اللي هي اسمها الانسبيراتوري بوز. هنا في الفلو تايم كيرف وقف فين؟ شايفين الفلو بدا هنا وانتهى عند النقطه الحمراء دي، يبقى هو بدا بسرعه وانتهى عند نفس السرعه وانتهى عند النقطه دي. انتهى عند النقطه دي امتى؟ لما وصل للتارجت ايه؟ التارجت فوليوم. طيب السايكلينج بقى، السايكلينج معناه ايه؟ معناه بدايه الاكسبيريشن. هنا الاكسبيريشن امتى؟ لما البريشر بدا يقل، والبريشر ده بدا يقل جراديولي. لما بدا يحصل ايه؟ انه لما انا فتحت الاكسبيراتوري فالف بدات الالاستيك ريكويل تبوش الايه الجازز اوتسايد لحد ما بتوصل للاتموسفيريك بريشر، او لو انا ظابط بيب يبقى هيوصل للبيب اللي هو البيك اند اكسبيراتوري بريشر. تمام، طيب في الفلو تايم كيرف شايفين هنا بعد ما نزل الفلو للزيرو استنى شويه، زيرو معناه ايه؟ معناه ان مفيش لا هواء لا داخل ولا هواء خارج. امتى بدا الهواء يخرج؟ لما بدا الاكسبيراتوري تايم يبدا، وبالتالي بدا هنا الايه الفلو تايم كيرف بتاع الاكسبيريشن اللي هو تحت الايه تحت الخط. تمام، يبقى هنا السايكلينج هنا كان بيزد على ايه؟ بيزد على التايم، التايم اللي هو الاي اي ريشيو. لما خلص الانسبيراتوري تايم تماما بدا الاكسبيراتوري تايم، وقلنا الانسبيراتوري تايم ده مش كله بيحصل فيه فلو، ما هو كل ده من هنا كل ده انسبيريشن صح، لكن مش في كل الوقت ده كان فيه فلو. هنا كان ما كانش في الوقت ده ما كانش فيه فلو صح كده. يبقى معنى كده ايه؟ ان السايكل مش معناه وقوف الفلو الانسبيراتوري فلو، لا، السايكلينج معناه بدايه الاكسبيراتوري فلو اللي هو في هذه الايه في هذه النقطه عند النقطه دي او النقطه دي، لان هما الاثنين بيساووا بعض. تمام، وقلنا ان الاكسبيريشن ديسيليريتنج زيه زي الايه زي الانسبيريشن الفيسيولوجيكال او البريشر ليميتد بريث، قلنا ان هو في الانسبيريشن بيبقى ايه؟ بيبقى ديسيليريتنج. طيب احنا قلنا الوقت ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه التي بوز. التي بوز ده ملوش اي علاقه بالسايكلينج، التي بوز ده جزء من الانسبيراتوري تايم. تمام، طيب هل التي بوز ده ممكن ما يكونش موجود؟ ممكن ما يكونش موجود، والكيرف هيبقى شكله بالمنظر ده، ان هنا عندي الكيرف طلع وصل للبيك وقف الانسبيراتوري فلو على طول، بدا الاكسبيراتوري فلو ان هنا البريشر بدا يدروب، هنا الفلو بدا في النقطه دي. تمام، هنا انتهى على طول، بدا الايه بدا الاكسبيريشن على طول. تمام، يبقى معنى كده انه الانسبيراتوري بوز دي ممكن ما تكونش موجوده سواء انا ظابطها، او الديفولت بتاع الجهاز ان ما يكونش فيه انسبيراتوري بوز، او ممكن ان انا اظبطها لو الفنتليتور بتاعي يسمح ان انا اظبط الانسبيراتوري اللي هي الانسبيراتوري بوز، يبقى هظبط الانسبيراتوري بوز، ساعتها الكيرف هيبقى شكله زي الكيرف اللي ايه اللي فات اللي هو بقى فيه بيك وبلاتو. لكن الكيرف اللي ما فيهوش انسبيراتوري بوز بيبقى بيك وبعد كده على طول يبدا يحصل دروب في البريشر، لان الاكسبيريشن بيبدا على طول بعد الانسبيراتوري تايم ما ينتهي على طول. وهنا هيبقى الليمت
الليمت هنا هيبقى عند النقطة دي، هيبقى هو نفس النقطة بتاعت الايه بتاعت السايكلينج، يبقى عند النقطة اللي هيقف فيها الفلو الاسبيراتوري فلو هيبدأ فيها الايه الاكسبيراتوري فلو. طيب الفنتيليشن بارامترز في الفوليوم كنترولد مود هي ايه؟ اولا هل انا بظبط تايدال فوليوم؟ اه بظبط تايدال فوليوم. طيب بظبط انسبيراتور بريشر؟ لا الانسبيراتور بريشر ده انا بظبطه في البريشر مود. طيب في البريشر سبورت؟ لا ده انا بظبطه في السبونتينيوس بريث. طيب بظبط ريسبيراتور ريت؟ اه بظبط اي ريشيو؟ اه الريسبيراتور ريت هنا بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي التايم بتاع السايكل. تمام؟ يعني بيحدد الايه؟ بيحدد امتى هيحصل تريجر للنفس. طيب الاي اي ريشيو دي بتحدد لي ايه؟ بتحدد لي السايكلينج. تمام؟ طيب التي بوز دي بظبطها، ممكن اظبطها في بعض الفنتليترز ما فيهاش الايه البارامتر ده. وقلنا ان احنا قبل كده بنظبطها من 10 ل 15%، والتارجت اللي انا بظبطها ايه؟ ان انا اعرف البلاتو بريشر اللي بيعبر عن الايه؟ اللونج كومبلاينس. طيب بظبط بيب؟ اه بظبط بيب. البي ماكس اللي هو الماكسيمم الاود بريشر، وقلنا ان ده سيفتي ميجر موجود في الفوليوم مودز علشان البريشر ما يوصلش لدينجرس ليفلز، وقلنا ان احنا بنظبطه تقريبا من 30 الى 40. طيب التريجر هنا ده اسمه فوليوم كنترولد فنتيليشن. يعني ايه؟ يعني في كومبليت بيشنت فنتيليتور اسينكروني، ما فيش اي علاقه ما بين الفنتيليتور وما بين العيان، فبالتالي انا هنا ما بظبطش التريجر، لان التريجر هنا كان باي تايم بيبقى فنتيليتور ايه فنتيليتور انيشيتد بريث. بظبط اف اي 2؟ بظبط اف اي 2. طيب ايه عيوب الفوليوم كنترولد فنتيليشن؟ عيوب الفوليوم كنترولد فنتيليشن باينه، انه لو العيان بياخد نفسه هيبقى في فنتيليتور بيشنت اسينكرون. تمام؟ وهيحصل فايتنج على الفنتيليتور، واحنا طبعا الناس اللي بتشتغل في التخدير عارفه الكلام ده، ان العيان اول ما بيبدا يرجع من المصري ريلاكسنت بيبدا يحصل ايه؟ بيبدا يحصل فايتنج على الايه؟ على الفنتليتور. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا مش هقدر استخدم المود ده الا لو كان العيان كومبليتلي ابنك او هيفلي سيديتد او واخد مصل ايه؟ مصل ريلاكسنت. تمام؟ لكن لو العيان بياخد نفسه يبقى ساعتها مش هينفع استخدم الايه؟ المود ده. تمام؟ طيب ايه الميزه بتاعت الفوليوم كنترولد فنتليشن؟ طبعا الفوليوم كنترولد فنتليشن اللي احنا بنستخدمه ديورنج انستيزيا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه طبعا في الفنتليشن تقريبا في معظم العيانين، لكن ده بيمكنني كمان في بعض المواقف زي مثلا في النيورو سيرجيكال سوت. مثلا العيانين اللي عندهم اللي هم بيعملوا نيورو سيرجيكال بروسيجرز، او العيانين اللي عندهم انكريزد انتركانيال بريشر، ببقى محتاج ان انا اعمل هايبر فنتليشن، يبقى انا محتاج مود هنا اتحكم فيه تماما في الفنتليشن. فالمود ده بايه؟ بيساعدني في ان انا اتحكم في الفنتليشن واقدر اوصل للتارجت بي اي سي او 2. احنا عارفين طبعا ان احنا في العينين اللي عندهم انكريزد انتركرانيال بريشر، واحده من الميجرز اللي اقلل بيها الانتركرانيال بريشر ان انا ايه؟ اعمل هايبر فنتليشن واقلل البي اي سي او 2 للليفل بتاع 30 ملليمترز ميركوري. تمام؟ يبقى ساعتها هنا المود ده هيساعدني في ان انا اوصل لهذا الايه؟ لهذا التارجت. طيب الاسيستد فوليوم كنترول فنتيليشن الاختلاف ما بينه وما بين الفوليوم كنترول هو ايه؟ هو اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي التريجر. ده البريشر تايم كيرف، بنبص على الفنتيليتور بنلاقي الكيرف بيترسم بالمنظر ده. طيب التريجر هنا، التريجر هنا في الكيرف ده ايه؟ عندي هنا النقطتين دول اللي ظهروا، في هنا النفس ده وفي النفس ده. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ الفرق انه النفس الاولاني ده كان التريجر فيه باي تايم، لكن النفس الثاني كان التريجر فيه باي ذا بيشنت. طيب ازاي الكلام ده بيحصل؟ احنا لما بنيجي نظبط لما الفوليوم مود او الاسيست فوليوم مود بنظبط العيان مثلا سي على 500 في 10. تمام؟ طيب ال10 اللي انا ظابطها دي في الاسيستد مود دي اسمها الايه؟ اسمها الايه؟ المينيمم ريسبيراتوري ريت. يعني ايه؟ يعني لو العيان ابنك الفنتليتور هتلاقي الرسمه ايه؟ عامله كده كده، الكيرف بيرسم بالمنظر ده، وشايفين التريجر شبه بالظبط الفوليوم كنترولد فنتليشن ده لو العيان ابنك تماما. طب افرض ان العيان الريسبيراتوري ريت بتاعه مثلا 12، هتلاقي ان بعض الانفاس
مانداتوري، التريجر فيها كان باي تايم، والمفروض انه على هذه الحسبة ان كل 6 ثواني يبقى في نفس. طب افرض ان العين بعد ثلاث مثلا 4 ثواني مثلا بدأ يتريجر نفس، هيقوم الفنتليتور مديله نفس بنفس البارامترز اللي انا ظابطها. طيب من هنا من النقطة اللي هي اللي فيها التريجر دي، الفنتليتور بيبدأ يعد 6 ثواني تاني، لو العيان ما خدش فيهم هياخد المانداتوري بريث. يبقى معنى كده انه بعض الانفاس هتبقى التريجر فيها باي تايم، وبعض الانفاس هيبقى دي اللي هي باي تايم، وبعض الانفاس هيبقى التريجر فيها باي ذا بيشنت. طيب افرض العيان الريسبيراتوري ريت بتاعه 20، يبقى ساعتها هنا العيان هو اللي بيوفر رايد الفنتليتور، هتلاقي ان كل الانفاس تريجرد بالمنظر ده باي ذا بيشنت، كل الانفاس triggered by the patient. يبقى هنا معنى كده ايه؟ معنى كده انه الريسبيراتوري ريت اللي انا بظبطه ده اسمه المينيمم ريسبيراتوري في الاسيستد مود، ده اسمه المينيمم ريسبيراتوري ريت. ممكن يبقى كل الانفاس triggered by time لو العيان ابنك، ممكن يبقى ميكس ما بين انه تايم او البيشنت لو العيان بدا ياخد انفاس شويه ازيد من العشرة. طب لو العيان بقى تكبنك يعني اكتر 20 30، هتلاقي ان كل الانفاس تريجرد باي ذا باي ذا بيشنت. وهنا في بعض الفنتليتورز او يعني معظم الفنتليتورز بتلاقي ان النفس اللي تريجرد بيبقى متلون بلون مختلف عن اللون اللي هو التريجرد باي تايم، عشان تقدر تميز ما بين هل العيان بيعمل تريجر ولا لا، عشان احيانا النيجاتيف ديفليكشن ويف دي ما بتبقاش ظاهره قوي، فتلاقي بيلون لك الكيرف كله بلون مختلف. يبقى ده بالنسبة للتريجر في الاسيستد مود، الاسيستد فوليوم كنترول. يبقى ممكن يكون تايم زي اول نفس، وممكن يكون بيشنت زي تاني نفس. ده نفس الكيرف، ده البريشر تايم كيرف. طيب الليمت هنا، الليمت امتى الانسبيراتوري فلو وقف؟ نفس الكلام بتاع الفوليوم كنترول، هو فوليوم تارجتد بريث. يبقى الليمت بتاعه هو الفوليوم. يبقى الفرق الوحيد ما بين الاسيستد مود وما بين الفوليوم مود هو ايه؟ هو التريجر. ان التريجر كان في الاول كان باي تايم اللي هو الفنتليتور اللي هو في الفوليوم مود، وفي الاسيستد مود كان ممكن يبقى تايم وكان ممكن يبقى بيشنت. تمام. طيب بالنسبه للسايكلينج بقى، السايكلينج اللي هو امتى الاكسبيريشن هيبدا، امتى الاكسبيريشن هيبدا؟ لما الانسبيراتوري تايم ينتهي تماما ويبدا الاكسبيراتوري تايم، هيبدا الاكسبيريشن، وده البارامتر اللي احنا بنظبطه اللي هو اسمه اي اي ريشيو. تمام. طيب هنا في حاجه في الاسيستد مود، الاسيستد مود هنا طبعا انا لما بظبط العيان زي ما قلنا على مثلا سي 510، تمام، انا قلت ان هنا العشرة دي هي الايه، هي المينيمم ريت. تمام. يعني معنى كده ان العيان لو عمل تريجر الفنتليتور بيسنس التريجر ده وبيبدا يديله نفس، بس النقطه هنا ايه؟ ان النفس اللي الفنتليتور بيديه بيبقى سيت تايدال فوليوم، يعني العيان ما بيتحكمش في هو هياخد قد ايه. يعني مثلا لو العيان بيعمل كده الفنتليتور هيعمل ازاي؟ طيب ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا ان في بعض العيانين اللي هم في بعض الاحوال مثلا زي العيانين النيورولوجيكال التروماتيك برين انجري، بيحصل حاجه اسمها هيستيريكال تاكيبنيا. الهيستيريكال تاكيبنيا دي ان العيان بيبدا الريسبيراتوري بتاعه بيزيد نوت بيزد على ميتابوليك ديس اوردر او اي مشكله عنده هو، بس حاجه نيورولوجيكال ابنورماليتي بتخلي الريسبيراتوري بتاعه بيزيد. فطبعا بيزيد ازاي؟ ان هو بيبقى رابيد شالو بريذنج. طيب لكن لما انا اظبطه على فوليوم مود والعيان مثلا الريسبيراتوري بتاعه 25، هلاقي ان العيان المينت فوليوم بتاعه ادي 500، بقى 500 في 25 هتلاقي الفوليوم الايه المينت فوليوم بتاعه 12.5 لتر. تمام. 12.5 لتر ده بيعمل ايه؟ ده مشكله ان هو بيعمل ريسبيراتوري الكالوزس، وفي العيانين دول النيورو دول انتوا عارفين الريسبيراتوري الكالوزس دي بتقلل الثريشولد بتاع السيجرز، وممكن تبريسيبيتيت كونفولجنز في العيانين دول. فمشكله الاسيست فوليوم مود هنا ايه؟
انا عملت سينكرونايزيشن، لكن مشكلته انه احيانا بيحصل ايه، بيحصل هايبر فنتليشن لو العيان السبيراتور بتاعه زاد جدا، فانا مع كل تريجر الفنتليتور بيدي 6 ده الفوليوم اللي هو انا ظبطه قبل كده على 500، فده ممكن يعمل هايبر فنتليشن. النقطة التانية، العيب التاني في الفوليوم مود، سواء كان في الفوليوم كنترول او الاسيست فوليوم كنترول، هو الفلو باترن اللي هو الكونستنت باترن ده. ليه بقى؟ لان قلنا انه الفسيولوجيكال باترن عامل ازاي، ديسيلريتنج، تمام؟ والديسيلريتنج باترن ده هدفه ايه؟ ان انا لما باخي، لو انا مثلا كتمت نفسي على الاخر، بيبقى عندي اير هانجر، فاول ما باخد النفس باخد باقصى سرعه، يبقى باخد معظم التايدال فوليوم بتاعي في اول وقت من الايه، من الانسبيريشن. مشكله الكونستنت فلو هنا ايه، انه ثابت ثرو اوت السايكل، فالعيان اللي هو اللي في الانتنسيف كير لما انا بظبطه على فوليوم مود، هو بيبقى اوير، هو بيبقى سلايتلي او لايتلي سيديتد، بيبقى شويه اوير، تمام؟ لو العيان بدأ ياخد نفسه، هو بيبقى عايز ياخد معظم التايدال زي الفسيولوجيكال في الاول. اما الكونستنت باترن ده بيخلي شويه انه العيان يبقى ايه، يبقى مش ساتسفايد ومتضايق انه مش بياخد الايه التايدال فوليوم بتاعه، او الموست اوف التايدال فوليوم في الايه، في اول الانسبيراتوري تايم. ودي ميزه من مزايا البريشر ايه، البريشر مود. طيب الفنتليشن بارامترز بقى، في الاسيستد فوليوم كنترول، بظبط تايدال فوليوم؟ اه. بظبط انسبيراتوري بريشر؟ لا طبعا. بريشر سبورت؟ لا. بظبط ريسبيراتوري ريت؟ اه، وده اسمه الايه، المينيمم ريسبيراتوري ريت. يعني العيان لو انا بصيت على المونيتور بتاع الفنتليتور ممكن الاقيه بياخد اكتر من ال10، وده عادي لان انا ده اسمه اسيستد مود. الاي اي ريشيو؟ بظبط الاي اي ريشيو، تمام. بظبط انسبيراتوري بوز؟ ممكن اظبط الانسبيراتوري بوز، ممكن ما اظبطهاش على حسب ما انا عايز. او في فنتليتورز بيبقى فيها الديفولت مش موجود او الديفولت موجود، خصوصا اجهزه التخدير، لكن في الانتنسيف كير معظم الفنتليتورز بتالاو يو ان انت تشيله او تحطه زي ما انت عايز. طيب بظبط بي؟ بظبط البي ماكس، برضو نفس الكلام بتاع الكنترولد مود. تريجر هنا بظبط بقى التريجر، وقلنا ان التريجر زي ما قلنا قبل كده بظبطه لو هو فلو بظبطه على 2 لتر بير مينت، ولو بريشر بظبطه على ماينس 2 سنتيمتر اتش 2 او. وطبعا اخد بالي من قصه الايه، من قصه الاوتو تريجرنج والميه في الوصلات، لان دي برضو مع الفوليوم مود، لو حصل الاوتو تريجرنج مع الفوليوم مود بيحصل هايبر فنتليشن عنيف جدا. بظبط اف اي 2؟ بظبط اف اي 2، تمام. يبقى احنا هنا اتكلمنا على الفوليوم مود، واتكلمت على الاسيستد فوليوم مود. الفرق ما بينهم هو انه التريجر في الفوليوم كنترول كان تايم، التريجر في الاسيست ممكن يبقى الوقت التايم لو العين ابنك، وممكن يبقى العيان. الريسبيراتوري ريت في الفوليوم كنترول هو اللي انا ظبطه، العيان مش هيقدر ياخد اكتر منه، لكن في الاسيست ممكن العيان اوفر رايد الفنتليتور، لكن مينيمالي هياخد الست ريسبيراتوري ايه، ريسبيراتوري ريت، تمام. وقلنا مزايا الفوليوم مود ايه، مزايا ان هو بيجارانتي الفوليوم، لكن مشكلته ان هو مش بيحترم البريشر، وعشان كده بظبط البارامتر اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه البي ماكس، علشان ما يحصلش ايه، هارم في الليفل اوف بريشرز، تمام. طيب العيوب بتاعته، عيوبه اولا الفلو باترن بتاعه الكونستنت ده، اولا بيخلي العيان مش ساتسفايد لان هو بيبقى عايز ياخد الموست تايدال فوليوم في بدايه الانسبيراتوري تايم، وده شبه الديسيلريتنج باترن الفسيولوجيكال. النقطه الثانيه ان هو بيخلي زي ما قلنا البريشر مودز بتالاو لونج تي هاد اكوموديت مور فوليوم تو ذا سيم بريشر، يعني لو ظبطت العيان على 500 يديني بريشر 10، لو ظبطت العيان على بريشر 10 هياخد اكتر من 500، تمام. المشكله الثالثه هي الهايبر فنتليشن، علشان كده لازم دي ممكن تكون ميزه لو انا عايز اظبطها، وممكن تكون عيب لو انا مش هقدر اتحكم فيها، زي العيان عندهم هيستيريكال ايه، هيستيريكال تاكيبنيا، تمام. اتمنى ان شاء الله ان الـ ان الـ ان التو مودز دول يكونوا واضحين. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على الاس ام في، اللي عنده اي سؤال يا ريت يتفضل يساله عشان كل الناس يعني تستفيد، وان شاء الله باذن الله خلال يوم
ان شاء الله باذن الله هنزل لكم المحاضره بتاعه الاس اي ام في باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.